بالعلم الإداري، اسأله قل له العامة على كيفك، على كيفك ليش أنا عصبية؟ على كيفك وأنت كفرتني وأنا كل شيء ما سويت، ليش أنا عصبية؟ أنت كفرتني يعني طول الوقت يعني عصبية مش عارف. هذول الجماعة حاضرين بس أنت كل شيء تو علي تقمعوني، أنت تقمعني وهم يقمعوني يا أستاذ. منو اللي جيت؟ هسا مو اثنينهم جو هنا يمي؟ أنت إذا تخل إخلال بالمحكمة آخر يا أستاذ شنو واجب المحكمة فرض الله ما يخالف، أنا أرضى يلا كمل.